يلا. شنو جريمتك؟ إرهاب. شنو منصبك؟ والي بغداد. سولف لي شو وقت انتميت للتنظيمات الإرهابية؟ انتميت إلى أنصار السنة 2008، بعدها اعتقلت. بعد أثناء السجن يعني طينا عهد أن ننتمي للتنظيم الدولة الإسلامية. بعد خروجي من السجن عملت في ولاية الجنوب مع القاضي أبو حنين، قاضي ولاية الجنوب. يا سنة؟ سنة 2011. شنو المناصب اللي استلمتها بعد 2011؟ مناصب أمير عسكري في بير قصب على كتيبة بال 2015، وأمير أمني دمشق في القريتين تقريبا هم بال يعني نهاية ال 15 أو دخلنا ال 16. بعدها أمير أمني ولاية صلاح الدين بال 16. أمني عام؟ أمني عام ولاية صلاح الدين. بعد أمن عام ولاية صلاح أمير البادية في سنة الهم 16، أمير البادية الشامية. بعدها أمير عسكري ولاية الرقة العام ب 2017. خرجت التركية 2017 نهايتها، ظليت قاعد ما يقارب 3 سنوات ونص. فدخلت إلى بغداد في رمضان والتقيت بالأخ أبو في الدوز، وكلفني بالولاية ونظام العمل، أعطاني مبلغ من المال لشراء السيارة ونظام العمل، اقتطاب وافدين جدة، تجهيز مضافات وضرب دوريات لجلب الأسلحة وضغط وضرب أكبر تجمعات للضغط على الدولة أو التصيع إعلاميا. وثم أضاف لبعض الأخوة من ولاية شمال بغداد قاطع الصابيات